مرحب حبيبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة حلو تتحضر بخمس دقايق. حلو كتير كتير سهلة وبسيطة وبمكونات موجودة بكل بيت وروعة. حلو الشوكولا لعشاق الشوكولا، رح تعجبكم كتير كتير هيدي الحلو، قد ما لذيذة ورائعة عن جد، روعة على الحل. شوكولا دايبي، شايفين منا شكل روعة بهيدا الشكل. شوكولا دايبي سايحة سايحان بحشوة رائعة، كتير كتير هيدا الحلو فخامي، مكونات بكل بيت متوفرة. شايفين الشوكولا شو حلوة ورائعة. لنبلش الطريقة مع بعض، بسم الله. عنا بسكويت الشاي، ممكن تستعملوا اي بسكويت متوفر عندكم، ما في اي مشكلة. كوب ونص حليب، ملعقتين طعام كاكاو، 3 معالق طعام سكر، ملعقة ونص طعام زبدة، ملعقة صغيرة نسكافيه قهوة سريعة الذوبان، وملعقة ونص طحين. بحط النسكافيه، سكر، الطحين والكاكاو بدي نخلن عشان ما يكبتلو عنا. بحركن شوي على البارد، هلا بحركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس غلو بهيدا الشكل، هلا بحط فوقن الزبدة. بحركن لتذوب الزبدة، خففنا الغاز على الأخير. بس دابت الزبدة هلا بحطن على جنب ليبردوا. بحط الخليط بالجات وبتركه ليبرد. هيدا الحلو بعد ما بردت عنا هلا بخلطها شوي. بحطها على جنب، بغطي البسكوت بالحليب وبصفهم بالصينية. حط طبقة من الشوكولا اللي عملتها أنا وياكم. نفس الشي بغطي البسكوت وبحط على الشوكولا. بنحط شوكولا، بسكوت. تكرر الطريقة اللي عم بعملها عدة مرات ليخلص عنا الشوكولا اللي عملناه. تزيين على طول بقلكن حسب الرغبة. انا عندي كب كيك قطعة صغيرة عم بفرطها لرشها على الوجه وحط شوكولا. انتو حسب ما بترغبوا ممكن ترشوا بسكوت على الوجه، ما في اي مشكلة، حسب الرغبة بترشوا بتزينوا. برش الكيك، الكب كيك، ممكن اذا حبيتوا بتحطوا كاكاو كمان. ببرش الشوكولا، يعطي شكل كتير حلو ورائع الشوكولا. هيدا الحلو اللي عملتها أنا وياكم بخلال 5 دقايق. حلو كتير سهل وبسيطة وبمكونات موجودة بكل بيت وكتير فخامي. بتمنى تعطوني نصايحكم
شو رأيكم بالفيديوهات الجديدة اللي عم بعملها، الفيديوهات السريعة؟ وكمان بتمنى انه تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.